الأخ رئيس، أبدأ كلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن واله. ولا نملك بالحقيقة في هذه الأيام العصيبة التي تمر على الأمة أن نبتدئ أي كلمة من كلماتنا دون التطرق لقضيتنا الأولى وقضيتنا المركزية، والقضية التي تجمعنا جميعا. نختلف في قضايا عديدة، ولكن قبلتنا الأولى وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأعني بها القضية الفلسطينية، تجمعنا دائما ولا يخلو منها أي خطاب أميري. حتى الخطاب الأميري الأول في الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد الأول كانت مذكورة مثل هذه القضية. عندما نرجع إلى المحاضر وإلى المضابط، لذلك أنوه بما يحدث مؤخرا في مدينة رفح في جنوب القطاع، بعد أن عاث الصهاينة فسادا وإفسادا وتدميرا وإجراما وقتلا وتهجيرا وادعاء بوجود مناطق آمنة، ويبدؤون بقصف هذه المناطق الآمنة، فنعزي أنفسنا بهؤلاء الشهداء ونسأل الله أن يتقبلهم في عليين، ونعزي أنفسنا بالحقيقة بهذا الخور وهذا الضعف من الحكومات العربية والمسلمة. للأسف الشديد مواقف غربية ومواقف أوروبية ومواقف أفريقية أقوى من المواقف العربية. للأسف الشديد القتل يوميا على مرأة ومسمع، وأمس مدير المستشفى الكويتي في رفح يجأر ويصرخ وينادي ويقول المستشفى امتلأ والقتلى والجرحى في ممرات المستشفى، والحكومات العربية تتفرج. بل مع الأسف الشديد الحكومات بعضها يعني يواصل مسيرة التطبيع المخزية. نطالب بعض الأقطار الشقيقة بإغلاق مجالها الجوي أمام الصهاينة، فإذا بها تفتح مجالها البري وطرق الشاحنات وتقول إذا أغلق باب المندب فسواحلنا وأراضينا مفتوحة لكم يا صهاينة، كي تمارسوا مزيدا من التقتيل بإخواننا وأخواتنا. الأخ رئيس، اسمح لي فقط أن أعرض هذه الصورة لشخصية مميزة. الآن ربما لو نسأل مليونين من الموجودين المحاصرين على 1.5% من أراضي فلسطين المحتلة، من تحبون، من تتابعون، من تلجؤون بعد الله سبحانه وتعالى، لقالوا وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة. هذه الشخصية وزيرة خارجية ليست مسلمة من ديننا، وليست عربية من أمتنا، وليست بالحقيقة مجاورة معنية من دول الطوق، ولكن إنها من أقصى أفريقيا تنصر إخواننا في غزة، وتتعرض وتعلن رسميا في بيان رسمي بأنها معرضة هي وأطفالها لعمليات من الموساد الصهيوني، وحسابها في تويتر شخصيا تم إغلاقه باعتبارها يعني بتقييم الصهاينة تقدم خطابا معاديا للصهاينة. تخيل حجم الخطاب الذي تقدمه، وحجم الفعل الذي تقدمه، وحجم القضية التي رافعتها وأثارت ضجة كبيرة أمام محكمة العدل الدولية. فتحية لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا، وكنت أود بالحقيقة أن أقف اليوم كان أحيي وزرائنا، وزراء الخليج العرب بلدنا الحبيبة، ولكن للأسف لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قتل يومي بعشرات الألوف ولا نصرة تذكر. اليوم ونحن نتحدث جمهورية سلوفينيا، جمهورية سلوفينيا في أوروبا تعلن انضمامها الرسمي لقضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لنصرة إخواننا بني جلدتنا. أتكلم عن المادة الأولى من دستور الكويت، المادة الأولى شعب الكويت جزء من الأمة، ولكن للأسف هذه الكلمات لم تترجم إلى أفعال، ليس فقط في قطرنا الحبيب والعزيز ولكن في جميع الدول العربية إلا من رحم ربي وقليل ما هم.
الأخ الرئيس، وأنتقل من هذا الشأن الدامي إلى شأن آخر ربما فيه البهجة والفرحة، وهي رحلات الدولة التي يقوم بها سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه لدول المنطقة، والتي استهلها برحلة سموه إلى شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية، ثم أتبعها بسلطنة عمان، واليوم إلى مملكة البحرين. وبلا شك هذه الزيارات ستستمر، تعبر عن اعتزازنا وتمسكنا بهذا العمق الاستراتيجي ووحدتنا الخليجية. فنتمنى لسموه السلامة في الحل والترحال والتوفيق في هذه الرحلات، والتوفيق في إتمام مسيرة التعاون الخليجي المشترك بإذن الله، كي يغدو بهذه الوحدة الخليجية نواة لوحدة إسلامية كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ الرئيس، جميع الزملاء تكلموا عن هذه القضية التي سأقولها، وأعني بها قرار الحكومة، لأن سمو الأمير حفظ الله ورعاه يمارس صلاحياته من خلال وزرائه. لدينا إجراءات حكومية بوقف إجراءات التعيين بجميع جهات الدولة، وهذا القرار للأسف، وهذه القرارات قد طالت الجميع. حتى نقل طبيب من مستشفى إلى مستشفى نعجز عنه، حتى نقل مهندس من محطة كهرباء إلى محطة كهرباء ثانية هو عاجز عنها، حتى نقل مدرس من مكان إلى مكان دفعات من الجيش والشرطة عاجزة، أناس أتموا دورة الإنعاش في الجهات العسكرية عاجزين عن ممارسة عملهم. بل حتى أمس قيادية في عمادة القبول والتسجيل تقول حتى وزراء سابقين، بالتحديد وزيرة تود العودة لمقاعد التدريس وتغطي عبئا دراسيا عجزنا عن إدراجها بالجدول الدراسي. فتطبيق متعسف بلا شك. سموه حفظ الله ورعاه في توجيهاته للوزراء يعني التعيينات القيادية الإشرافية البرشوتية، ولا يعني هذا الذي ينتظر وظيفته وصاف بالطابور بشكل طبيعي. ولكن نلوم الحكومة الممثلة أمامنا عن هذا الوقف الذي طال الجميع، وطال يعني التعسف بالحقيقة، طال حتى الجمعيات التعاونية. الجمعيات التعاونية أموال خاصة، أموال المساهمين، إشراف الحكومة عليها فقط إشراف إداري وقانوني. يقوم موظفو الشؤون في وقف التعيين في هذه الجمعيات التعاونية بحجة أن هناك قرار عام ويجب أن نتوقف ونكلم الأخوة الوزراء، فيكون الجواب لا، يجب أن ننتظر لنهاية الثلاث شهور. طبيعي الإيدة بالماء مو مثل الإيدة بالنار، الذي لا يعاني ولديه وظيفة مو مثل الإنسان الذي يعاني. آخرهم يأتيني شاب من أبناء هذا الوطن العزيز يقول أسامة من فضلك افتح لي ملف مساعدات اجتماعية في وزارة الشؤون. أفا فلان عسى ما شر، ليش تبي مساعدات؟ قال لأن بدل البطالة والانتظار والبحث عن العمل مدته 6 أشهر، وأنا طفت 6 أشهر والآن متحري ترشيحي. فإذا بهم يقولون فوق 6 أشهر عليك 3 أشهر من الانتظار دون أي دعم، دون أي مورد رزق، وعند قسط سيارة، وعند إيجار بيت، وعند راتب خادمة، ويضطر للأسف الآن للطلب من الجهات الخيرية والإنسانية كي ينال حقه الطبيعي في العمل وليس حقه في طلب المساعدة. فأدعو الحكومة للاستعجال، وأدعو الحكومة للتصرف، فهي مسؤوليتها وهي المساءلة أمامنا عن مثل هذه القرارات. الأخ الرئيس، في أكثر من قضية بالحقيقة يثار موضوع الشريعة الإسلامية من بعض الأصوات النشازة. الحمد لله لا يوجد أي صوت لهم في هذا المجلس، ودائما نجد اضمحلال مثل هذه الشريحة، ولكن هم يعني لديهم ضجة إعلامية ويتكلمون عن الدولة المدنية، فنقول لهم الإسلام يقيم دولة مدنية. يتكلمون عن الدولة القانونية، فنقول لهم الإسلام يقيم دولة قانونية. يتكلمون عن الدولة الدستورية، فنقول لهم أول دستور مكتوب في العالم هو دستور المدينة المنورة الذي وضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد تعارض بين الشريعة والقانون، لا يوجد تعارض بين الشريعة والنظام والمساواة
المساواة والحرية، بل الإسلام أتى بهذه الأمور. الآن يتقدمون بطعن وحق التقاضي مكفول، ولكن أيضا لنا حق في الترافع وفي الرفض وفي الرد على المادة 16 من قانون المفوضية، رغم أنها مادة عامة مجردة وسبق للمحكمة الدستورية نظرها، ومادة لا تخاطب جنسا دون آخر، تخاطب الجميع، تقول على الجميع في ممارستهم لحقوقهم السياسية احترام والتزام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يتنرفزون من أي شيء إلا الشريعة. لا، ليش بتطاري الشريعة؟ بينما الأخ الرئيس هذا الدستور الذي هو أمام كل نائب وكل وزير موجود أمامنا يقول في مادته الثانية دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ومذكرته التفسيرية الإلزامية تقول وهذا النص يحمل المشرع مسؤولية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا النص لا يمنع من الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية وفي جميع الأمور متى رأى المشرع ذلك. فعلينا أمانة ومسؤولية دستورية، وها نحن الحمد لله في كل قانون، في كل شركة، في كل عمل من أعمالنا نهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا نخجل صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صدق الله العظيم. الأخ الرئيس، هنالك خلل كبير في سوق العمل، ويجب على الحكومة أن تستوعب هذا الخلل وتتصرف وفقا له. يعني البارحة شعارات، يعني دائما تصدر قرارات يفرح المراقب، مثل ما نقول القراءة السطحية الأولى، مبروك قرار بصمة، مبروك قرار إلغاء المحافظات، زين طالع تداعيات هذا القرار. الآن أنت شلت 4000 موظف من المحافظات، صح هذا غلط وموجودين، زين وين راح يروحون؟ ما فكرت وين راح يروحون؟ عندنا تكدس وبطالة مقنع. الوقت باقي.